استقبل السيد عبد الصمد قيوح الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين السيد سيفريد براك رئيس مجلس النواب البلجيكي على رأس وفد هام، مرفوقا بسفير بلاده المعتمد بالرباط السيد مارك ترونسو، وذلك بمقر المجلس. وخلال هذا اللقاء أبرز الخليفة الأول لرئيس المجلس مستوى علاقات الشراكة النموذجية التي تجمع بين المملكتين المغربية والبلجيكية، وأكد على أهمية تعزيز وتوطيد هذه العلاقات لتشمل مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين. واستعرض السيد عبد الصمد قيوح الأوراش التنموية الكبرى المفتوحة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والفرص المتوفرة والإمكانيات التي يتيحها الاقتصاد المغربي المنفتح أمام المقاولات البلجيكية للاستثمار في المغرب في ظل الحضور الاقتصادي القوي لبلادنا في العديد من الدول في القارة الإفريقية. وشكل هذا اللقاء مناسبة تناول فيها الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.